ما يتعلق ب يعني بعض ما نقرأه أو ما نسمعه أو بعض الأقاويل من أن هناك مرشح لمؤسسة الجيش، أعتقد أن هذه مجرد مزايدات يعني سياسوية إن صدرت عن بعض في بعض الأوساط. الموقف كان واضحا وصريحا من السيد رئيس الفريق رئيس الأركان، كان واضح في خطابه قبل الأخير الذي أشار فيه إلى أن المؤسسة لا تدعم أي مرشح ولا تزكي أي مرشح. هذا التزام مهم ومشجع لكل الموجودين في السباق، على الأقل بعض الذين أبدوا نيتهم وهم أكثر من 130، لكن بعد عملية الفرز بلا شك ستكون هناك يتقلص هذا العدد بنسبة كبيرة. إذن فأرى أن المؤسسة موقفها طالما أن موقفها كان واضحا منذ البداية في دعم الشعب والوقوف إلى جانب الشعب، لا أعتقد أنها في هذا المستوى اليوم يعني تنحاز إلى واحد أو من الذين هم محتملون مستقبلا. هم على هي تقف المؤسسة تقف على مسافة واحدة من الجميع. هذا الموقف كما قلت مشجع لكل المترشحين أو المحتملين أيضا، لأن هذا من شأنه أيضا أن يزيل كثيرا من الضبابية التي سعت بعض الأطراف إلى وضعها على المؤسسة وأنها إلى هذا الطرف وإلى هذا الطرف. نحن نثق في هذه المؤسسة ونقدر عملها وجهدها الكبير في سبيل الوصول بالجزائر إلى هذا المستوى من الأمان ومن السلمية ومن الاستقرار. إحدى القنوات قامت ببث منشور تحريضي، أقول منشور تحريضي خارج عن كل احترافية وتجاوز لكل الأخلاقيات التي تحكم العمل الإعلامي. أقولها وأكررها، لهذا فإن أمام مثل هذه الانزلاقات المقصودة أو غير المقصودة يعني لا بد من أن تتدخل السلطة، سلطة ضبط السمع البصري في هذا الأمر، لأن المسألة حساسة في توقيت كهذا. يجب أن يكون العمل مهنيا واحترافيا وألا يتجاوز حدود اللباقة والمساس وتحريض الناس على هذا الحزب أو هذا المترشح، ولا أقصد نفسي ولكن يمكنه أن يطال أناس آخرين. وكذا على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار هذا، لأن مثل هذه الممارسات ستضر ب المترشحين أو بالأحزاب التي تمثلهم. كلنا سواسية أمام القانون، كلنا سواسية أمام المواطن.